من كل بستان وردة، وهذه باقة من الإبداعات النسوية في المهرجان الأول للإبداع النسوي الذي رعته وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة. عرض أخاذ صممه المشرفون على المهرجان، وعزفت فيه فرقة عشتار النسوية أغنيات من الطرب العراقي الأصيل. كانت مهمة إلى درجة بحيث إنه إحنا حبينا إنه نسوي فشي، هذا لازم نسويه، يعني رغم إنه التمويل جدا قليل طبعا، فسميناه مهرجان الإبداع النسوي الأول. المرأة مبدعة موجودة هنا في المجال الثقافي والفني، علينا أن نهتم بها جميعا، علينا أن ندعمها ماديا معنويا من أجل أن تعبر عن طاقاتها الكامنة. لوحات تشكيلية ركزت على موضوعات حرية الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وأخرى عكست التراث البغدادي. أعمال كلها تتحدث بنظرة تأملية للمستقبل للأفضل طبعا، خصوصا الزوايا الجمالية اللي التراثية اللي فقدناها، اللي تقريبا غالبيتها ماكو، تعرضت للتخريب أو لقدمها وعدم الاعتناء بها فذهبت، ومثل شارع رشيد. ومنهن من شكلت أعمالا نحتية تجسد علاقة الإنسان بالإنسان. هذا العمل يمثل امرأة ورجل، الامرأة باللون الأخضر من مادة فايبر كلاس، طبعا أكثر مواضيع تتضمن خامات متعددة وجديدة لم تطرق سابقا، هذه من مادة الفايبر كلاس، مدخلة علي قطع البلاستيك شفافة ترمز بأنوثة الامرأة. التراث البغدادي لم تعكسه المشاركات في المهرجان باللوحات وأعمال النحت فقط، وإنما بعرض أعمال يدوية مختلفة تنوعت بين العباءة البغدادية وشال البشت بألوان دافئة ومذهبة. فالعباية الرجالية ألوانها هادية ودافية، طورتها سويتها شالات نسائية، هالشالات طرزت عليها بعض القباب، الشالات اللي يستخدموها النساء القدامى اللي على الشعر او على الكتف. لوحات تشكيلية، اعمال فنية وازياء تراثية، ابداع نسوي عراقي طرزه فضاء من الموسيقى. صابرين كاظم، الحرة، بغداد.